ونعطيكم على سبيل المثال بان كاين بعض الامور اللي هي طريفه احنا ما كنعرفوهاش على التسيير اللي سميتو واللي ممكن تكون مواد اللي هي مهمه جدا. غادي نعطيكم غير واحد الحاله اللي ربما الغالب ديالكم ما عمرو ما التفت ليها وما عمري ما شفت شي ريبورتاج ولا شي مقال تكتب عليها شي البث والمنظر. واش كتعرفوا بانه الجامعه ضروري خصها تشري الكفن الناس اللي المشردين اللي كيموتوا او العائلات اللي هي فقيره؟ واش فرصكم هذه القضيه ولا لا؟ واش فرصكم بان كاين واحد المستودع فيه الكفن وفيه داك الشيء وفيه كامل المسائل كلها؟ عمر شي واحد فيكم شاف شي ريبورتاج عليها؟ بالنسبه لهذه الدوره التكوينيه حول تحسين المحتوى الاعلامي، الغرض والهدف اللي حطوا مركز تطوير الاعلام هو تحسين المحتوى الاعلامي الذي ينتجه الصحفيين الشباب عن طريق يعني استفادتهم من مجموعه من الدورات التكوينيه والورشات. مشروع مواكبه لتطوير جيل جديد من الاعلاميين هو مشروع ينظمه مركز تطوير الاعلام بشراكة مع مؤسسة نوير للبحث والتواصل، يهدف إلى تقوية قدرات الصحفيين الشباب فيما يتعلق بالتحرير الصحفي، إنتاج يعني مواد إعلامية مهنية يعني بطرق يعني حديثة. اليوم تكلمنا على المضامين الإعلامية اللي متعلقة بمتابعة الشأن المحلي. طبعا الحال الشأن المحلي كيعطي واحد الفضاء واحد المجال ديال الاشتغال على مجموعه من المواد اللي كتكون متنوعه ومن طبيعه الحال اللي عندها واحد القيمه اعلاميه وقيمه صحفيه اللي هي متميزه. لذلك ففي هذه الدوره هذه في هذه الورشه بالخصوص ديال هذه الصبيحه تناولنا فيها اهم الاليات ديال الاشتغال مثلا على التقارير ديال المجلس الاعلى للحسابات والطريقه اللي ممكن نوظفوها باش اننا نستخرجوا منها مواد صحفيه اللي من طبيعه الحال كتقوم بالدور ديال التثقيف وديال التوعيه وفي نفس الوقت الدور ديال اشاعه واحد الاهميه ديال الاعلام في الرقابه على الشان العام وعلى التدبير ديال الماليه العموميه. الدوره التكوينيه كانت فرصه لتجديد اللقاء اولا مع مجموعه من الزملاء من مختلف يعني المنابر الاعلاميه وفي نفس الوقت ما بين الجهات يعني من جهه قلمي موادنون وجهه سوس ماسا. وكانت كذلك فرصة للاطلاع على يعني الآليات التي يجب أن يكون يعني الممارس لهذا المجال متمكنا منها من أجل تطوير جيل قادر على المواكبة على الإبداع على العطاء وفق معايير يعني وفق معايير مهنية تخدم يعني القيمة الحقيقية لمهنة الصحافة. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.